بين معركة ميسلون ومعركة الجلاء عن أرضنا مرحلة شاقة من مراحل النضال خاضها شعبنا بكل طاقاته وسخر لها كل إمكانياته، قاتل قتال الأبطال وبذل بكل سخاء وضحى بالنفس والمال، فلم يترك للمستعمر فرصة تمكنه من تنفيذ خططه وبلوغ مآربه بخوضه معركة من أهم معارك الكفاح الوطني التي خاضها شعبنا في سبيل نيل استقلاله والتخلص من الاستعمار الفرنسي. هذا الانتداب دام 30 عاما من 1916 وحتى 1946 حين حصل يوم الجلاء وحصلت سوريا على جلائها وجلاء آخر جندي، وأقيم احتفال كبير شارك فيه عدد من الدول العربية، العراق والأردن ولبنان ومصر. عندما دخل المستعمر الفرنسي الأرض السورية لم يكن مرتاحا من عام 1920 وحتى عام 1947، ثورات متوالية، ثورات متتالية، منها يعني أبرزها ثورات في جبل السويداء، في درعا، في دمشق، في غوطة دمشق، بحماة، بحمص، بالساحل السوري، بحلب، بدير الزور، بحزك، كانت جميعها تشتعل. مئات الثورات التي قامت، أو بالأحرى مئات المعارك التي قامت بقيادة المناضلين. عندما بدأ الفرنسيون بالإنذارات على سوريا لاقتحامها ولاحتلالها، أرسلوا إنذارات متعددة إلى قادة وأهالي سوريا على امتداد القطر، وكان من بينها إنذار غورو الشهير البطل يوسف العظمة، رفض أن تدخل هذه القوات بسلام وهدوء، بل أراد أن يلاقي هذه القوات على الأرض السورية، وكانت موقعة ميسلون التاريخية. 17 من نيسان محطة مضيئة في تاريخ سوريا عمدتها بدم أبنائها، فالجلاء ثمرة لجهاد طويل ضال مرير خاضهما الشعب العربي في سوريا في مقارعة قوات الاحتلال الفرنسي والمخططات الاستعمارية والصهيونية الهادفة إلى تقطيع أواصر الوطن واقتطاع أجزاء منه وتكريس التجزئة التي أفرزتها اتفاقية سايكس بيكو التي وضعت سوريا تحت نفوذ الانتداب الفرنسي. في 1916 عقدت اتفاقية أو معاهدة بين سايكس وبيكو، اسمها اتفاقية سايكس بيكو، السايكس الفرنسي وبيكو السايكس الإنجليزي وبيكو الفرنسي. في 1916 قسم الوطن العربي إلى مناطق انتداب لهم، وهذا هو الاحتلال الثاني الثالث لهذا الوطن. وكان نصيب سوريا وبلاد الشام الانتداب الفرنسي. ما إن وطأت أقدام المستعمرين أرض سوريا حتى تحولت إلى كتلة ملتهبة تحرق الطامعين بخيراتها، فقد جاء الرد عاصفا قويا بقدر ما أتي ثوار سوريا عزما وتصميما على انتزاع الحرية والدفاع عن وحدتهم الوطنية، فعمت الثورات كل منطقة من ربوع سوريا. فكانت ثورة الساحل، وكانت ثورة الشمال، وكانت ثورة الجنوب، وكانت ثورة الجزيرة، وكان قادتها من الناس البسطاء العاديين في التعليم والثقافة، إلا أنهم سجلوا مدرسة كبرى في تاريخ سوريا. واليوم ها هو الجلاء يتجدد مع كل انتصار يحققه الجيش العربي السوري، ومع كل شهيد يرتقي إلى السماء دفاعا عن طراز هذا الوطن العربي، وتستمر التضحيات ويستمر العطاء لتبقى سوريا منيعة حسينة على كل الأعداء، ولتزهد ربع الخير والسلام، ويعود الأمن والاستقرار إلى ربع الوطن الجميل. ومن الملك من رب البريد وتبقى سوريا حرة قوية، تعبودين مع فائل الكفر ويخلص البلد منها الشرق قوية، إذا رسالنا بحسن حرة وراها أسود مشهاد البريد، يبقى النجاح قوة عزيزة كل إدراكها في المعرفة.